مساء الخير جميعا. أنا ما حطول عليكم. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، صار للأم أي تي رئيس، وهالرئيس لبناني، ولكن للأسف بعده أصرب عبدة شاغر. يا ريتك يا ريس نقول ماروني، كنت حليت المشكلة وانتخبنا رئيس. ما بعرف إذا فخامته بوافقني. فخامة الرئيس ما حدا بيقدر ياخذ مطرحك ابدا. فعلا بتستاهل حجة أولى. فمن يعرفك عن قرب يكتشف قدراتك وطاقتك ومدى شغفك ومتابعتك للعمل والبحث في ادق التفاصيل كي تنجز الامور على اكمل وجه، والاهم من ذلك ما تتمتع به شخصيتك المحببة للجميع من صفات اخلاقية حميدة وطنية صادقة. اليوم هذه المناسبة تقع في منزلة الأخبار الجميلة التي يفتخر ويعتز بها كل لبناني، وهي تذكرنا بقدرة رجل الأعمال اللبناني على الإبداع والتميز والنجاح وتحقيق المعجزات. نحن فعلا بالقطاع الخاص اللبناني نوصل لفترة منحس فيها أن الوضع صار صعب كتير والتحديات كبرت، لكن بكل مرة منكون رح نوصل لحد اليأس بكون في إنجاز ونجاح من هالنوع، وعلى هالمستوى بيرجع لنا الأمل بالبلد وبمستقبله. قبلك يا ريس الأولى كان الريس عدنان القصار، الله يطولنا بعمره، رئيس لغرفة التجارة الدولية لأي سي سي، واليوم الصديق جاك صراف رئيس لاتحاد رجال أعمال البحر المتوسط، والصديق شارع عربيد رئيس اتحاد جمعيات الفرنشايز في المتوسط، والدكتور جوزيف طرابيه رئيس اتحاد المصارف العربية. الليستة طويلة كتير ما بدي عدد، ساعتها ما بخلص. إن الإنجازات الكبيرة التي يحققها اللبنانيون في الخارج والتي نسمع عنها باستمرار في مختلف الميادين، وكذلك المواقع القيادية التي يتبوؤونها في كل دول العالم، كل هذا يزيدنا إيمانا ببلدنا وثقة بقدراتنا ومستقبلنا، ويجعلنا نرفع رؤوسنا عاليا في أي بلد كنا، ونفتخر بالقول أنا لبناني. وشكرا. وهلأ بدي أدعي معالي الأستاذ عدنان القصار رئيس مجلس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، فليتفضل.